السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شكرا جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله حبيت أعمل معاكم الحلاوة السائلة لإزالة الشعر، لأنه كثير جدا من الأخوات قالوا الحلاوة العادية ما نجحت معاهم، فعلشان كده حبيت أعمل معاكم الحلاوة السائلة دي لأنها بجد سهل جديد وبإذن الله تنجح مع الجميع. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت الاشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك، وما تنسوا تدونا لايك ومشاركة الفيديو مع أهل الأحباب، وأكون جدا شاكرة وممتنة. وخلونا نشوف إن شاء الله المكونات، جدا جدا بسيطة وسهلة. هنحتاج لكوب واحد من السكر، ونفس الكوب هيكون نصفه من عصير الليمون، والنصف الثاني هيكون ماء عادي خلاص. وهنحتاج لي ورق أو أوراق لإزالة الحلاوة، وملعقة خشبية، وبالتأكيد هنحتاج لقارورة نضع فيها الحلاوة، ونشوف إن شاء الله خطوة خطوة بإذن الله. بداية طبعا تضعي المكونات في إناء يكون عميق، هضع السكر والماء، هضع عصير الليمون مع الماء، وبعد كده هضع على النار. في البداية أول ما تضعي الإناء على النار تكون النار عالية، وبعد ما تغلي حتى بعد كده نخفض النار. وطبعا مهم جدا تحركي السكر والماء على النار لحد ما يدوب. بعد تبدأ تغلي على طول هخفض النار. طبعا في الأثناء دي بيكون لسه لونه أبيض، شايفين؟ لسه ما اخذت لي اللون الذهبي. انا اول ما تاخذ اللون الذهبي على طول حقفل النار، لانه لو تركتها اكتر وطبعا لازم تحركيها باستمرار زي ما قلنا لحد ما تحصل على اللون الذهبي الرغوة. اول ما تصير لون ذهبي غامق كده على طول، طبعا هي هتكون سهله بالطريقه دي. بعد كده هضع فيه البرطمان، طبعا لازم يكون زجاج علشان كل ما تحتاجي، خاصة إذا عملت كمية كبيرة كل ما تحتاجي تجي تسخني منها شوية. بعد كده هضع على القارورة. صراحة أنا عملت كمية بسيطة لأنها أصلا عندي، بس حبيت أعمل لكم الكمية دي قدامكم. أول ما تصير يعني تقدر تحمليها على جسمك، هتضعيها تفرديها، هذا يكون شكلها بالطريقة دي. تستخدم طبعا ملعقة خشبية، ويكون عندك زي ما قلت لكم أوراق اللي هي موجودة في سوبر ماركت، وحتى لو ما عندك كمان ما مشكلة برضو، عادي جدا تستخدمي أي نوع من أنواع القماش يكون متين شوية، ممكن يكون جينز مناسب. وبالنسبة لي نزع الحلاوة صراحة مهم جدا تكوني عاملة مقشر قبلها، حتى انه يظهر لك كل الشعر تحت الجلد. وبعد كده غسلي طبعا عادي جدا، وتضعي الحلاوه السائله وشيليها بالطريقه المعتاده. بس ده كان الفيديو اليوم، اتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا عندكم اي اسئله اتركوها لي في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني، والسلام عليكم ورحمه الله.